رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات واندفعت الانتاج المحلي عمر السنتين التي لم تربع على بركة الله تعالى في شوطنا الثاني من مسافة 1200 متر. وكما تشاهدون الصدارة في هذه اللحظات على ما يبدو لرقم 10، وفقت الله التقدم في هذه اللحظة لرقم 16 في هذه اللحظات حليت، ورقم 9 الآن من الداخل التقدم دليار المركز الأول، 16 حليت المركز الثاني، وشاهد الآن أيضا رقم 3 العضوي يحاول أن يتقدم في هذا الشوط مشاهدين الكرام مع بداية الانطلاقة من علامة 1200 متر. المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لدليار. دليار المشاركة الأولى والظهور الأول، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. دليار الدخول من الخارج الآن لتفاقيد الله، تفاقيد الله محاولة أيضا التقدم، تفاقيد الله مشاهدين الكرام، تفاقيد تفاقيد الله في هذه اللحظات في المشاركة الثانية، المشاركة الأولى. الدخول الآن يأتي لي ابن دحيم من الداخل الآن محاولات، ولكن رقم 5 تفاقيد الله تحافظ على الصدارة. تفاقيد الله المركز الأول، وتحسين المستوى من المركز الثاني للمركز الأول لطارق محمد الدقيلان من ناس الفاينست ترسم.